الإطارات، ومثل ما قلت بالبداية إنه الإطار هو يا أما بيجمل الصورة أكيد. أو يا أما إذا ما اخترنا الإطار المناسب ممكن إنه يبشع ويقلل من قيمتها. هل في شيء بعد إطارات ما حكينا عنهم؟ كنت حابة بس أحكي شوي عن بتعرفي هلا وصلنا لوقت بعالم الديزاين كل شيء فينتج ومن السبعينات كثير رجع درج، ومن زمان كانوا كثير يعتمدوا مبدا الكادر الالومنيوم. سو جبت الفيرجن الجديده اذا بدك للكادر الالومنيوم، صار ينعمل بهالشكل وكمان بينزاد عليه الماري لويز الابيض اكثر شيء بيعتمدوا. كمان مره ممكن تجي بقياسات وعروضات مختلفه. هذا يمكن بيلبق للرسمة على الورق أكثر ولا شو؟ للرسمة على الورق أكثر أكيد. أوكي. ما فينا نحطها على رسمة على طوال. ومن زمان كانوا يحطوا كمان تحت قماشة تجي بهالشكل، شفتي؟ هيدا بذكرنا شوي بستيل السبعينات. هذا يمكن هلا على الموضة، في كثير ناس عم يعتمدوها. حسب الانتيريرز اللي عم ينحطوا بقلبها كمان أكيد. فينا جمانة نستعمل الإطار يعني لإبراز قطع غير اللوحات؟ اكيد اكيد. هلا في كثير ناس مثلا عم بورسلان او قطع قديمه، في مثلا كثير اميت اول بيجاما للبيبي بدها تتركه كسوفينير بينحط ضمن علبه مع باجيت كثير صغيره، بينحط باوضه البيبي بورن وبتكون ديكور كثير حلو. او مثلا الشوز، اول شوز او صحون. حلو. يعني في كثير واحد اشياء ممكن يتفنن بهالدومين. طيب مزبوط. هل من الضروري جمانة انه يتلائم الاطار مع ديكور يعني يتبع حسب كيف ستيل البيت؟ مش بالضروره. انا ضد هذا الشيء. يعني انا فيني احط تابلو مع هيدا الاطار يلي فاجئتي كابل اول الذهبي يلي يعتبر شوي باروك كثير معجق، وحطه على حيط واحد اذا كان الانتيريور كله مودرن كثير مودرن. لحتى ابرز هالتابلو لازم يكون ان تابلو دو متر، انه فنان كثير مهم عمله، ما فيني اقول لك الامباكت تبعه قديش بيطلع حلو. حلو كثير. ايه سو انا ما كثير يعني بتبع. هلا اكيد بتفوتي على بيت كثير كلاسيكي بتلاقي غلط انه يكون في لوحات مودرن بقلبه يلي معمولين مع الباجات الصغيره والازازه، بتلاقي انه ركيك المضمون صار كله بيطبع كثير. يا ريت عندي وقت اكثر بحكي وبستفيد قد ما بدي. لا عندك شوي. جمانة انت دائما هيك بتطلعي على كل الانشطه الفنيه اللي عم بتصير، بتعرفي هلا موسم اعياد والناس بتحب تروح تشوف شو عم بيصير، خبرينا. او وين بتنصح الناس لوين يروحوا؟ هلا انا من هون رايحه على معرض بيروت لافز All That Sparkles and Shines. بيروت بتحب الاشياء يلي بتلمع وبتبرق، وكثير طالع عبالي روح شوفوا هيدا المعرض. في 6 ديزاينرز عارضين تصاميمهم ومبتكراتهم. ديزاينرز شو؟ صراحه بعد ما رحت وما شفت، بس بتصور فرنتشر اند اوبجكت ديزاين بتصور. اوكي. والمعرض ببلش اليوم وباقي ل 6 ايام لحد 20 ديسمبر. عندك الوقت قديه من اي ساعه لاي ساعه اليوم ببلش؟ من عشيه؟ لا ما بعرف صراحه. معقول يمكن للعشرة، اغلبيه المعارض عم تبقى للعشرة. بتصور هلا بتصور هيك. في ورك شوب مش معرض لبوكجا يلي هن جروب ديزاينر فرنتشر كثير مهمين، عاملين بالشوروم عندهم بالصيفي اتوليه ورك شوب، جايبين ان ديناصور صغير قماش، وكل الاولاد المحلات قليله لازم يكلفوا ويحجزوا محلاتهم، بدهم يلبسوا هالديناصور كذا نوع قماش ويلزقون مع بعضهم ويعمل كل ولد الابتكارات تبعولهم. حتى الكبار بتصور مدعوين. حلو. يعني يمكن لازم لحتى اللي يشاركوا لازم يسجلوا اسمه ليقدروا. صحيح صحيح. انا كثير بشجع هالنوع من النشاطات لانه الاولاد بينموا الكرياتيفيتي تبعولهم وبيلتهوا بشيء ثاني غير الالعاب الالكترونيه. مزبوط. اذا بدك منبعد شوي عن الايباد وكل هالقصص. مزبوط. في اوكشن لجوني شارتوني، هيدي اخر اكتيفيتي رح احكي عنها، كمان بتبلش اليوم بتنتهي ب 19 ديسمبر. اوكي.
للناس اللي بحبوا ليزانتيكيتي، فيها لوحات وقطع برونزيه وسجاد. بينتهي دونك ب 19 الشهر. 19 وين هيدا رح يصير؟ برملة البيضة بالجاليري تبع جوني شيرتون. برملة البيضة. جمانة شو في هيك الأسبوع الجاي؟ شو رح تحضري لنا؟ شو عم بتفكري؟ بين معك ولا بعد؟ في عندي كذا موضوع بس بعد ما اعتمدنا أيه رح نعتمد لجمعة الجاي. بعد ما رح أتركها. طيب في كثير ناس عم بيسألونا دائما كيف ممكن يتواصلوا معك، وخاصة يمكن هلا في أشخاص حبوا موضوعنا اليوم، كيف ممكن يحكوك أو يتواصلوا معك؟ انا بجاوب عن كل سؤالاتهم. اذا بحبوا يبعثوا ليهم على تويتر @jumana_badour او عبر الايميل على jumana@jumanabadour.com. وانا بكون كثير مبسوطه انه جاوبهم على كل سؤالاتهم. انا هيك عندي بس سؤال لك قبل ما نختم اللقاء. كان معنا، ما بعرف امتى كانت معنا نسرين نصر، ضاعت امبارح ولا قبله؟ أول امبارح كنا عم نسألها شو ترند بالبيوت. خبرينا هيك انت شوي، خلينا نستفيد بما انك موجودة معنا. شو ترند هلا بالبيوت؟ شو دارج؟ شو الاشياء؟ الالوان الدارجة، الوان الحيطان، العفش. انا كل بيت اذا بشوف يلي ساكن فيه بقول لك شو دارج. عرفتي؟ يعني اذا بيتك لقلك نانسي بقول لك بده يكون فرح وفيه طيب الوان. طيب انت كيف بتحبي مثلا؟ بحسب كاركتره للشخص. ما اي دونت جو فور. انا كيف بتشوفي؟ شوفي لي بيتك. بشوفه مع الوان، بشوفه مع اشياء فرحه. ما بشوفه معجق كثير لانه انت مزبوط كلك حياه، كلك حياه وبتجنني، بس بتحكي اللاين يكون هيك بحس لازم يكون واسع، ما فيش احسن ما اتفركش قد ما بضلني عجقه. ما في شيء يعني معين. هلا اذا بدنا نحكي بالخطوط العريضه، الابيض دارج كثير. الابيض دارج كثير. ما نحط كثير فرنتشر ونعجقها بالفرش. بعض الالوان الترابيه هيدي انا دائما بعتمدها لانه بتلبق مع كل الاشياء الباقيه، يعني البيسكس. برجع للبيسكس، كل شيء اساسي، سقف، حيطان، ارض. أوكي. يكون كثير باس بارتو اذا بدك. هلا فينا نجن بحيط او اثنين، مش بكل البيت كحيطان. عم نحكي قد ما بدك فينا نزيد تابلويات والوان بالتابلويات من دون ما نطلع على لون الكنبايه وعلى لون الكرسي. ممنوع هيدي الراجل، يعني فيها تكون كنبايه كلها حمراء تحطي تابلو اخضر فوقها. عرفتي؟ حلو. بعده اللون الرمادي كمان. الرمادي لانه الرمادي، الموكا، الكولور كافي، هدول الالوان كثير حلوين لو قوية، بس اذا نحطه بانتيريور كله ابيض بيعطوا افيه كثير حلو، بيعطوا هيك كوزي. ايه. كمان مع انه ابيض بس بتحسي هيك شوي. حيط واحد، حتى حيط واحد موكا او حيط واحد رمادي غامق حتى. بعده كمان هيك بيطلع روعة. بابيبا كمان كثير حلو، انا كثير بنصح العالم يستعملوا بابيبا. يمكن كمان بيساعد اذا كمان خاصة اللي بحبوا كثير ينظفوا حيطان ويغسلوه، في بابي بان بيتغسل كمان. وبعدين في كثير موتيف بالبابي بان تون سور تون، هيدي حابة أعمل عليها حلقة. يلا شفت أعطيتك فكرة هلا. لا مخططت لها، يعني التون سور تون كثير حلو لأنه بشوية ديزاين على الحيط بيكون كله أبيض، بس ديزاين أبيض على أبيض توناليتي بتختلف. حلو. بتكوني انت زينتي حياتك بلا ما تعجب الدنيا كلها. لكن نحن بانتظار انه نحضر حلقه عن هالموضوع نحكي اكثر. جمانة بدور ثانك يو لك، ودائما هيك على النصايح الحلوه والمفيده. واكيد موعدنا بجدد معك الاسبوع الجاي. مشاهدينا نحن رح نتوقف كمان مره مع الاعلام، نرجع نتابع ببيروت، خليكم معنا.